والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحق يقول عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. شيخ يا حسرة على ما فرطت من جنب الله وإن كنت من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الحمد لله أشياخي وسادتي وآبائي وأمهاتي أصدقائي السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نهنئ أنفسنا بمحضر سر الشيخ وبهجة الشيخ محمد المنصور أطال الله عمره ونقدم التهنئة لشيخ أحمد مقوم الذي احتفلنا بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعتاب بابه طول لنا عمره. ونشكر جميع الأشياخ والمقدمين والأمهات على الاهتمام بالحضور برفع راية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام والإيمان والإحسان. الشيخ ألقى الكلمة يا لها من كلمة ما أبقى لنا منفذ إلى غير طاعة الله فقد دلتنا هذه الكلمة على طاعة الله ورسوله. وجدنا في تفسير الشيخ إبراهيم ويقول روي عن ابن عباس من قبل شابا فكأنما وطئ أمة 70 مرة 70 مرة. أمة الإسلام والإيمان والإسلام المؤمن لا يطلب الرزق في غير مرضات الله ولا يطلب الخير ولا خير إلا في طاعة الله ورسوله. أمة الإسلام والإيمان والإسلام الحياة كأنها طرفة عين. الدنيا دار الرحيل والآخرة دار القرار. والآخرة خير وأبقى وربك خير وأبقى. المؤمن لا يسعى لغير الله ولا يعمل لغير الله ولا يرجو من غير الله. المسلمون بريئون من أن يعبدوا غير الله. نحن لا نعبد الأشياء حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نعبد إلا رب السماوات والأرض الذي خلق الشمس والقمر. حتى الضحية حتى الذبيحة المسلم لا يذبح بغير اسم الله. لا يسمي اسم محمد صلى الله عليه وسلم حينما يذبح. بسم الله الله أكبر. ولذا نحمد الله كثير جماعتنا جئنا هنا لذكر الله ولصلاة على رسول الله لا لعبادة الشيخ ولا لعبادة غير الله. الحمد لله. أمة الإسلام والإيمان والإحسان رأينا كل أحد منا متمسك بأشياخ عدة ولكن لا يهمنا ولا يحركنا ولا يشوش علينا إلا من طلب عالما حافظا تقيا ورعا
نفسي ولمرضات قلبي، هذا الذي يشوش علينا. كم لنا من الأشياء، كل واحد منا لنا شيخ يأتيه بجسمه. أنا مريض، هذا شيخه وطبيبه، يأتيه ويتضرع إليه ويقتدي بفدواه ويحرم عليه ما يحب ثم تمتزق. هذا نحن لا يهمنا هذا، كل واحد لنا شيخ لا يمر أسبوع أو شهر إلا يسلم نفسه بين يديه فيتصرف في جسمك ويأديك طريق السلام فتقتدي به، ويقول لك فتقتدي بأقواله. ولك الشيخ لسيارتك ولدراجتك، هذا شد الجراز تمشي إليه، والذي يقول لك هذا فاسد تقول له نعم قبلت ورضيت، تشتري هذا الجديد تقول قبلت ورضيت. ولك شيخ أيضا لبيتك ولأولادك، الذي يقول لك هذا البيت هذه السنة سينهدم لا بد أن تقوم بتعديله، هذا كله تقتدي به. ولكن لا نحب شيخا يصحي لك ألحان القرآن.